يا القوات المسلحه سلام عليكم للمره المليون. السلاح ده ما حق امكم ولا حق ابوكم ولا في زول ده قلطوريه، ده من كنوز الدوله وعرق المواطن والضرائب بتاع المواطن. صح، هاي ادونا السلاح، ادونا الذخيره بس، السلاح ذاته ما دايرينه. 1000 بندقيه مسلحه بذخيره افضل من 10000 بندقيه وما عندها ذخيره. كلام واضح، ما دايرين نكرر الكلام ثاني كثير، يوميا نجي نقول لكم في الموضوع. ابو رهف يعود وراكم، وراكم عديل يعود ابو رهف نجيب لكم هنا. أخي ما تكفرون معنا يا أخي. ما الليلة صدينا العدو، الليلة ضربنا العدو، الليلة ضربناه في الجنينة واسع أي زول، وكلكم عارفين ناس الاستخبارات، كلكم ناس الجيش عارفين، كلكم الضباط اللي قاعدين في الاستخبارات عارفين الكلام ده. كلكم جد عارفين. طيب. طيب نجيب لكم أبو رحمة فينا. الله ينال أبوكم يا أخي. طيب. محاصرين الجنينة، ها؟ محاصرين الجنينة، وبالنسبة لهم الجنينة دي مهمة جدا، لأنه داري لهم منفذ على أفريقيا الوسطى، لأنه داري لهم مطار، إذا سقطت الجنينة سقطت الخطوط، في رجال هناك في الجنينة ماسكين لك الحدود، في رجال في الجنينة محاصرين، ما لاقيين اللي بياكلوه، لكن صامدين، لكن عرب أفريقيا دول محاصرين الجنينة، ها؟ محاصرين الجنينة، وبالنسبة لهم الجنينة دي مهمة جدا، لأنه داري لهم منفذ على افريقيا الوسطى، لانه دار لهم مطار، اذا سقطت الجنينه سقطت الخطوط، في رجال هناك في الجنينه ماسكين لك الحدود، في رجال في الجنينه محاصرين، ما لاقيين اللي بياكلوه، لكن صامدين، لكن اسود، لكن ما بخافوا. تحيه لكم يا اخي، والله المساليد دي قسما بالله انتم رجال تاكلوا النار يا اخي، وعليه الطلاق انا عليه الطلاق، لي الشرف اتكلم عنكم، لي الشرف، لي الشرف لانه بعرفهم رجال. لانه ما خادروا الجندوي، لانه حتى لما بدوا الجندوي دي يضحكوا على ابناء الهامش وكل الهامش في السودان. وتعالوا كنت الجلاب ومرجع قالوا اي احنا ما نخون جدنا في يد الجندوي. الجندوي عارفينهم، عارفينهم ما فيهم خير، عارفينهم غدارين. الجندوي دي غدار، الجندوي دي يغدرك في عرضك، يغدرك في مالك، يغدرك في بيتك وما عنده امان. والدليل السافنة، شفتوا السافنة الكلب السافنا المجرم، السافنا القاتل. زمان قلنا الزول ده خلاص عفى الله عما سلف وندافع عنه. كان في السجن الحربي عنده له تلفون كل يوم طاوشني طوشه، طاوشني طوشه، اولاد دقلوا زلوني، اولاد دقلوا ركبوني، اولاد دقلوا اغتصبوا مستورانا في المستريحه، اولاد دقلوا، اولاد دقلوا. وفي النهايه، وفي النهايه ساعدناه وقفنا معاه، وفي النهايه طلع يقتل في الشعب السوداني. ده الجندوي ما عندهم دين، ما عندهم رب، ما عندهم عهد. القبلية دي عندهم من بعض الله سبحانه وتعالى. ركزوا في الكلام ده كويس جدا، وانا كررت لكم الكلام ده كويس جدا، وكررت لكم الكلام ده للمره المليون ناس الجيش، ها؟ كررت لكم الكلام ده للمره المليون. ان احنا كمواطنين الليله اندقينا في الجنينه، الليله وناس كتب يندقوا وعارفين الكلام ده، ما دارينا يا عسكري. الجيش ده كله اللي مودي الخرطوم، ما فاضل له ولا محتاج له. قدراتنا اكثر واكبر من الوليدات الحزقه دي هاربوا دي، نحن اكبر منهم سنا وخبره، اكبر منهم سنا وخبره. وسود العساكر الموجودين دي اللي قاعدين نشوف عليهم عمر 25 و30 دي، نحن اجدر منهم وخبره، نحن ما بننقص من شانهم. تحيه ليهم البريء حرر خرطوم دي، تحيه لكنهم بيعرفونا، بيشوفونا في اللايفات وكلامنا العسكري اللي بنقوله، عارفيننا نحن عندنا خبره في العسكريه اكثر منهم. يبقى خلاص ان احنا يا اخي المعركه بتاعت الكرامه. زيليسكي ده وريناكم وضربنا المثل بالاتحاد الاوروبي. زيليسكي ده، زيليسكي لما قام الحرب هنا في البلد دي سلح المواطنين، ما حرام على حلال على زيليسكي وحلال للاتحاد الاوروبي وحلال لامريكا اللي بيسلح شعبه عشان يقول لها اي زول في امريكا يشيل سلاح يعمي نفسه، انت يا رخيص يا سوداني، يا انت يا عسكري يا رخيص، انت لو خايف من المجتمع الدولي قسما بالله الذي رمى السماء بلا ما تموت. واي عسكري في الجيش ده، اسمع الكلام ده كويس، اي عسكري في الجيش ده في ملفه مكتوب فيه شهيد همي، انت خايف من شنو؟ الخوارج الداري يجي يفرض عليك عقوبات، ده ذاته بموت، وامه بموت، وحبوبته بموت، وحبوبته حبوبته بموت، تخاف منه ليه؟ ما انت كده كده مي. في زول بيقعد 1000 سنه في الدنيا، ابونا ادم تم 1000 سنه مات ولا ما مات؟ ما كان يقعد، لا ما كان يقعد. ما في زول يا جماعه في الدنيا بيش،
وما في زول في الدنيا بقعد كلنا احنا راحلين طز في المجتمع الدولي وحريقه في الخواجات وحريقه في اليوم الزول بخاف من الخواجات وفك في اي زول بخاف من الخواجات كلام فارغ ساكت الجنين الليله مدوره ادونا الذخيره بس جيبوا الذخيره يا جيش وانتوا عارفين ان احنا اكثر منكم خبره واكثر منكم سبب عارفين الكلام ده العساكر والله ما بننقص من قدرهم ولا من شانهم العساكر الحسي قاعدين يقاتلوا في الخرطوم ده عارفين ناس الجنينه كويس انهم خبره اكثر منهم ولو عندنا ذخيره من طرد الجنجويد ده الليله بنريحكم منه عديد ذات بنريحكم من السودان ده عديد ذات كلمناكم للمره المليون اي عسكري اي دول بتاعت امن اي دول بتاعت استخبارات سادي دي بيطينا وسادي دي بعجينه ميتين ابو حالكم كلكم يا اخي ميتين ابو حالكم كلكم انتوا السلاح ده حق امكم حق ابوكم في زول دق فيه طوريه في زول اشترى سلاح من بيت امه من بيت ابوه في زول دق طوريه ولا دق كدنك اشترى بندقيه ولا اشترى سلاح في المؤسسه دي خطاو في زول وروني اي عسكري هنا ده السلاح ده حق امك حق ابوك اشتريت الذخيره دي انت بحق ابوك ولا بحق امك المؤسسه دي حقتنا نحن جيب الذخيره انت خايف يا اخي والله العظيم حريقه في اي زول بخاف من الخواجات وطز في اي زول بخاف من الخواجات انت افريقي مفروض تفتخر يا طول انت مفروض الاسد ده لما نيجي ماشي في الشارع اي قنفود بيلم ضربه انا ده رساله الاخيره للمره المليون انا وريتكم لا عذر لمن انذر يا جماعه لا عذر لمن انذر الجنجويد ده بقوا في حلقه مفرغه زي ده خلاص بقوا في مفترق طرق وهم عارفين والعساكر عارفين ورسالتي قاعد يوصلوا وفي بريدهم وكلهم قاعدين في اللايفات وما قادرين يتحركوا اي واحد تقول السلاح ده مشتريه من بيت امه تقول السلاح ده جايبه من بيت ابوه تقول الذخيره دي وارثه ورثه تقول الدوله دي حق امه ولا حق ابوه ورونا عديل خلوكم واطيين امر الناطق الرسمي والناطق الزفتي امرك عديل قول لنا يا اخي احنا والله الجنينه دي ما بنعرفها قولوا عديل الجنينه دي احنا ما بنعرفها ما عندنا لا حاجه بعدك عشان نعرف الموضوع عديل يا اخي عبد الرحيم يموت ابوه يموت حبوبته يموت قبيلته يموت ما لنا مال من هنا طيب ده معلو يا جماعه اي دول داري قبل اذا هنا ده نكرر ابو راحه ده تاني عشان الرساله برضه خليه يوصل محاصرين الجنينه وبالنسبه لهم الجنينه دي مهمه جدا لانه داري لهم منفذ على افريقيا الوسطى لانه داري لهم نطاق اذا سقطت الجنينه سقطت الخرطوم في رجال هناك في الجنينه ماسكين لك الحدود في رجال في الجنينه محاصرين ما لاقين اللي بياكلوه لكن صامتين لكن رسوب لكن ما بخافوا تحيه لكم يا اخوان هاي المساليب دي قسما بالله انتم جاي تاكلوا النار يا اخوان عليك الطلاق انا عليك الطلاق لي الشرف اتكلم عنكم لي الشرف لي الشرف لانه بعرفهم رجال لانه ما حضروا الجندوي لانه حتى لو ضربوا الجندوي يضحكوا على ابناء الهامش وكل الهامش في السودان وتعالوا كل قد اللهم ونرجع قالوا اي احنا ما نصب قدنا في يد الجندوي الجندوي عارفينهم ما فيهم خير عارفينهم غدارين الجندويدي غدار الجندويدي يغدرك في عرضك يغدرك في مالك يغدرك في بيتك وما عنده امان والدليل السافنة شفتوا السافنة القتل السافنة المجرم السافنة القاتل زمان قلنا الدول ده خلاص عفى الله عما سلف وندافع عنه كان في السجن الحرب عنده له تلفون كل يوم طاوشني طوشة طاوشني طوشة اولاد دقلوا زلوني اولاد دقلوا ركبوني اولاد دقلوا اختصموا واستمروا في المستريحة اولاد دقلوا وفي النهاية ساعدنا وقفنا معاه وفي النهاية طلع يقتل في الشعب السوداني ثلاث جنيه ما عندهم دين ما عندهم رب الرسالة وصلت يا جماعة نحن أكثر من كده ما في رسالة ثانية بوصلوها أكثر من الكلام اللي نحن عصي قلناه ده وأي زول أي زول شاك في سودانيتنا اللي يطلع وأي زول شاك في قدراتنا وفي لايفاتنا اللي يطلع اللي يقول لي أنا فلان وأي زول عارفنا كويس نحن وقسما بالله أنا بنبذك وبقطع فيك زلط وبقطع فيك كوبري أي هي لكن قسما بالله أنا إحنا الجنجويد ده يعني مش بدون مشكلة كده نحن أصلا دمنا ودمه ما بمشي بدون أي مشكلة جنجويتي ده دمنا ودمه ما بمشي نهاية من أكره خلقة تمام ما بنتفق معه مهما كان
مهما يتكالبوا علينا الأمم ما نهائي عجل جو إدنا نخش الجنة نحن بنخش النار ما عندنا قبار الحروبات ما عندنا معه أخلاق لأنه عارفين إنه ما عنده دين وما عنده شرف وما عنده كرامة وما عندنا آدم موضوع مفروغ منه منتهي اللي الرسالة دي يوصل وبعد ذاك كده نشوف اللي بيحصل شنو طيب طيب أنا جل جويد عليك دينك شوف ال 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 الدكان ده بدأ ده بدأ تقول حق أمه أيوة عارفين يا جماعه دكان بتاع ذهب نصفه على بكره ابيو دكان بتاع ذهب نصفه على بكره ابيو يعني ديل يا ديل انت ذاتك انا ما اعرف ذاته والله العظيم انا لو علي انا لو علي انا برهده ادو طلقه والله يا. معليش اسمح لي في ناس متفقين معه لكن لو علي انا مفروض ادو طلقه ليه لانه ما ممكن ناس قتل مجرمين زي ده يخليهم يتمدد زي ده الليله الشمالين حصاصينينه أرجبينهم زي ده أكلوا جت يعني إنت اللي يجيك طاويت من الدولة إنت زي أهل دارفور وجبال النوب والنيل الأزرق لكن تاني ذهبك اللي انسرق وقروشك اللي انسرق إنت كشمالي الدولة بني جلدتهم القاعدين في الخرطوم ذاته الواحد ما يقدر يمرق طبعا جنجويتي تاني ما يقدر يمرق يمشي دارفور عشان يتسلل بيدحب يتفتش والله العظيم الشرطي حقه شرطة جوا ده ما بيخلوا اليوم لكن ممكن يدي لأهله وعده وخزنه والمكالمات الصوتية الموجودة جبناها لكم خزنه مع أهلنا القاعدين في الخرطوم عشان كده فيه حسابات مع الناس القاعدين في الخرطوم اللي تعاون مع الجنجويد والله البلد جايكم قسما بالله البلد جايكم أبردوا بس أبردوا بس الله العظيم تكره يومك أمك ولدتك خلاك جيت الخرطوم والله حساب أنا طبعا دقيت القوات المسلحة ما انا ضد القوات المسلحه ولا ضد المؤسسه، المؤسسه دي حقتي انا، لكن انا بوصل لهم الرساله بهذه المره المليون. وصلت عليهم للمره المليون. وصلت عليهم في بريدهم بالخاص، وصلت عليهم بعبر اللايفات ولسه ما قدروا يتحركوا والجنينه قاعد الناس قاعد تموت وليوم الليله قاعد يحصروا الجنينه. وصلت عليهم وعارفين القوات المسلحه كلامي ده عارفين وسامين وصلت عليهم في بريدهم بالخاص. بالخاص عديد الجيدة بالخاص وصلت لهم وبالعام وصلت لهم وباللايفات دي وصلت لهم أنا ما أعرف السلاح ده تقول واحد مشتري من بيت أمه طيب 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 ديل برضو نرفع ناس كردفان ناس كردفان هنا برضو عندهم مشكلة برضو نرفع عليهم السلام عليكم ورحمة الله المرتضى والجنجويد يقتلون ويحرقون أكثر من 160 رجل وامرأة وطفل وشيخ بريئين وعزل من السلاح بدون أي أسباب شهدت ولاية شمال كردفان محلية الرهد قرية محمير بالتحديد محاصرة من يوم 31/5 إلى يوم 3/6 تحاصرت تماما من قوات الدعم السريع وخسفت بالدانات والحرونات والمدافع الثقيلة هذه القرية التي لا يتجاوز سكانها 1600 نفر وهذه القرية تقع شرق الأبيض 30 كيلومتر وشمال الرهد وتنشط في تجارة الموارد المحلية الحبوب الزيتية أو المحاصيل والصبغ العربي وتجارة الماشية أثناء الحصار والقصف وصلوا شباب هذه المنطقة صوتهم إلى الإدارات الأهلية وإلى شمال كردفان ولكن للأسف الشديد
لم يصل إليه أي سند أو أي مساندة أو أي دعم من أي جهة كانت. لحد يوم امبارح عدد الضحايا أو الشهداء المدنيين من هذه القرية ما يقارب 165 شهيد، وكلهم يا جماعة الناس دي العزل، ما فيهم زور بيحمل سلاح معهم كويس، والناس دي خسفوا القرية دي بالمدافع وأشعلوا فيها النيران. وطبعا انتوا عارفين القرى بتاع شمال كردفان يعني أغلبية المباني بتاعتها كلها من القش وكده، المباني الطبيعية، وتم تدمير وحرق 20 متجر و25 سيارة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. رسالة أخيرة لأهلنا في كردفان، أبو عشرة وأقيف وأمشي واصل أخواننا في قرية أم حميرة، ونحن عارفينكم والله ما بتقصروا، وناس كردفان معروفين بالشهارة والكرم والجود، لكن برضو أبو عشرة على أخوانكم وحاولوا واسيهم وقدموا لهم الخدمات، وجزاكم الله في خير. وصلوا الفيديو يا شباب وبارك الله فيكم. طيب الفيديو ده أنا لقيته طبعا جاني وأدين ناس كردفان، وزي ما شايف الزول ده شرح لكم، أنا وريتكم والله يا ناس كردفان. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. إنتوا ذاتوا رأس الحوص، إنتوا ذاتوا رأس الحية، ما تطلعوا، كلمناكم أطلعوا، أطلعوا يا ناس كردفان أطلعوا، إلا بعد يعني إلا الواحد يدقوا، إلا يركبوا، إلا يطلوا ميتين أبو أهل وهذاك يتكلم، ما بيتكلموا زي الطاهر. شوف الطاهر لما دقوا حبوبته 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 وهذاك ردم ميتين، رجع تاني عمل كامباك بقى جنجويتي يا اخي. فلنفترض ده قبيلتك يا اخي، قبيلتك شنو؟ قبيلتك ده بتاع شنو؟ قبيلتك اقرب ولا ناس بيتكم اقرب؟ قبيلتك اقرب ولا امك وابوك اقرب؟ الام عريانه ما بقسم مرض ابوه، الام عريانه ما بقسم مرض ابوه، الحاجه اللي ما بتلحق لك ما بتديها للجيران. قبيلتك دي ذاته لو داري يجوا يدقوكم تقوموا ناس بيتكم دي تركبوا قبيلتكم دي ذاته. لكن انتوا ماذا؟ انتوا راس 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 الحية ذاته، انتوا شفتها الا يدقوكم زي ده حتى ما داك تقوموا. انا وريتكم 60,000 مره، وذول الشماليين ديل ما قاموا ما ربوا ليه بني جلدتهم، ما ربوا ليه بني جلدتهم، صح ولا ما صح؟ مش هتلاقي بالتاريخ غلط صح طرس، المهم ما ربوا. انتوا ما تمرقوا زي الشماليين ديل اللي ما ربوا ديل في المليونيات ده ضد احلهم اديل في الشرطه وفي الجيش وضد البشير، عديل مرقوا، انتوا ما تمرقوا، يا تو يوم مرقتوا مليونيه ضد هيمتي ولا ضد القاتل، الا يوم الواحد يجي يدقوه ويطلعوا ميتي ابو اهله بعدك يجي يطلع، كلامنا ما بتسمعوه طبعا. وقهين جدا انتم. ولو ما رفع عليكم مشاكلكم ها؟ والله الناس دي مخصصين اللايفات ده لدارفور فقط، ارجع اللايفات ده عليك دينك، اللايفات دي ما دق شرقها وغربها وجنوبها وشماله. نحن اي قضيه بتاع الزول بنرفعها. وبعدين تعالوا يا جماعه، الناس القضيه جوني في الخاص كميه بتاعت ارقام تلفونات هنا، يعني اكثر من انا بقول لك اكثر من 300 او 400 رقم انا حضرتها، صح ولا ما صح يا شباب؟ وبالغ انا اخش لانه عندي شغل كثير، اكثر من 400 نفر 400 رقم ولا زياده انا حضرتهم، صح؟ صح ولا ما صح؟ طيب ليه؟ لانه الناس اللي دخلوا معي انا عندي سيستم معين، برنامج معين يا جماعه الله يرضى عليكم انا ماشي بيه. اي زول اختلف معي في برنامجي اللي انا ماشي بيه طوالي بشوطه طوالي عندي له اي حاجه. انا حسي في ناس ما عمل لهم متابعه ولا بسمع لهم ولا عندي ما مشغله اللي بطوري يجيبوا لي نهائي، سدي بطينه وسدي بعجينه وامرك من اللايف ويلا جزاك الله خير امشي. انت كلام اللايف ده كله بتشيله، تشيل النقاط المهمه مهمه والباقي تقوم في النفايات. انا شخصيا جزء من الشعب السوداني وجزء لا يتجزا من 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 الشعب السوداني، وصوتي ده انا بوصله قدر الشيء انا بقدر له بوصله. كلامي ده عجبك عجبك ما عجبك طق راسك بالحيطه، لا عندي ولا بعرف كبير ولا بعرف صغير ولا بعرف اثنين ثلاثه ولا عندي شغله، بحترم الصغير وبوقر الكبير. لكن قال هذا مو شو يا جماعه، انا في اللايف ده قاعد اقول شنو؟ قاعد اقول لو امي يا جماعة كلكم اللي قاعدين دي في زول أحسن من أمي؟ إنتوا طيب أنا لا أحسن بالنسبة لأمهاتكم؟ لا بتفضل أمك ولا بتفضل أحمد كسرة؟ أكيد طبعا أمك بتاج راسك. أنا قلت لك أمي لو جنجويتي أبجغوها، إذا ما نطلع أنا لحميمو لحميمو
بيبتسم وبتاعه بيطلع لك سنوي بفسخ لك سنوي بيوت، لكن شفت انا اعفن من الخرى واحلى من الاسد في نفس اللحظه. في الميم شوف اثنين كده سمسم زي ده، انا سايقهم كده مركب في جسدي ده على اثنين دي. امشي قدام شويه عشان ما في زول يا جماعه، والله اكثر من 400 رقم انا هزرب. انا ماشي في سيستم برنامج معين عشان انا داير اوريكم برنامج زول، بس جاء اختلف معي في برنامجي ده بشوفه ما عندي له اي حاجه. طيب كلامي ده يشيلوه ياخدوه يكبوه في النفايات، دي ما حاجه حره وحاجه برجع لك، وانت عندك الحريه المطلقه تمام. ما في زول ماسك زول من يده عشان ما بيخلوه يا جماعه. الفيسبوك ده حق ابو زول، ما حق ابو زول، اي زول ممكن يطلع يتكلم طبعا صح. طيب طيب نمشي قدام شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المسؤولين ولايه قطب دارفور الجنينه، احنا مواطنين ولايه قطب دارفور، الجوع والعطش قتلنا يا جماعه. ما في ناس بيحلوا لنا الموضوع ده، بيحلوا لنا المشكله. احنا يا جماعه برجمونا بيدانا وبهنا بكلاش بهنا دوشكا يا جماعه. عندنا عجزه، عندنا ارامل، عندنا يتامى، عندنا ناس عيانين ما بنزل من السرير الا يدوم يناولوهم الاكل، يناولوهم الماء يشربوا. يا جماعه احنا تعبنا، ما في ناس مسؤولين. الجنين عندها والي، عندها نائب والي، عندها سلطان، عندها شيوخ، عندها عمد. الناس دي يا جماعه الموضوع ده بفوتهم، المشكله دي ما بتفوتهم، المشكله دي هم بيحلوها برام، بفرش البرش وبيحلوها برام قبل الاجامل الثانيه ما تجي. يا جماعه الموضوع كبير، الموضوع بقى كبير، تعبنا يا جماعه، العطش والجوع. نزحنا محل نمشي ذاته ماشي، المحل اللي نمشي نخش فوقه ماشي. لو ماشيين كده اردمتها الشارع قافل، لو ماشيين الجبل الشارع قافل، لو ماشيين تشار الشارع قافل، لو ماشيين اي اتجاه الشارع قافل. احنا بقينا وسط، بقينا محصورين، لا نشرب مويه، لا نلقى اكل ناكل، لا نلقى اي. تحياتنا تحياتنا، الرساله وصلت. طيب انا اي دول برفع عليه حتى لو ادوي ذاته برفع عليه بقول دي مشكلتك يا حدا، بعد ذاك الناس اللي قاعدين في اللايف بيغيموا. طيب 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 نمشي قدام شويه، نمشي قدام شويه. طيب اول حاجه تحياتنا اول حاجه في واحد ابن كلب جدا، هم سفيان، هم سفيان. انا داير مع الناس ديال عليك الله عليك الله يا اخي. انا اشكي لمنو يا جماعه؟ اشكي لمنو ولا اشكي لواحد طيار ولا اشكي لعسكري ولا اقول له شنو؟ ولا انا والله زي ما ذكرت قبل شويه قلت لك انا ما يعني ما بنقص من شانهم ومغدراتهم القاعدين قاموا بها في الخرطوم، لكن كل السلاح وكل الحاجات وكل الموضوع ده كله كبوا في الخرطوم كده بس. باقي الاقاليم دي خلوها كده بس مع السلامه، بالذات اقليم دارفور. في واحد جبال كتب لي قال لي مني عارفه، قال لي ما يا مطم مقبطونا من الدنيا صباح، ما تقول لي حركات مسلحه وبتاع، ما تطلينا من ما قال لي في لي بابهم، ما في زول يكتب لي حركه مسلحه يعني. امشي اتكلم معه غادي غادي يا زول، مالك يا زول؟ طيب طيب.